منتخب بوركينا فاسو نظيره الغابوني على أرضية ملعب لمبيه أمسية الأحد في مباراة تبدو متكافئة بين الطرفين. المزيد من التفاصيل مع مفادنا إلى هناك حسام بوصالح. عدد مكتمل يدخل منتخب بوركينا فاسو دور الثمانية عندما يواجه نظيره منتخب الغابون على ملعب لمبي، ويبدو أن لعنة الإصابات بفيروس كورونا والتي رافقت الأحصنة البوركينابية منذ بداية البطولة قد غادرت معسكر الفريق، والدليل استعادة الحارس هيرفي كوفي الغائب عن المباراة الماضية أمام إثيوبيا، فيما يراهن المنتخب على لاعبه تراوي بيرتيران. صحيح أننا لم نسجل أي حالة إيجابية بفيروس كورونا، هذا خبر مفرح لنا لأننا عانينا كثيرا منذ بداية البطولة من هذه الإصابات، والآن نحن أمام مواجهة مباشرة مع الغابون وهي مواجهة خروج المغلوب، لذلك يجب علينا التحضير جيدا لتحقيق الفوز لا غير. يدخل منتخب الغابون الدور الثمانية بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة خلف المغرب، إلى أن مواجهة بوركينا فاسو تخضع لمنطق الفوز أم الإقصاء، وهو ما جعل المدرب الفرنسي باتريس نوفو يحضر لاعبيه جيدا بعد التنقل إلى مدينة لمبي ومن دون أي إصابة بفيروس كورونا. نحن واعون بأهمية المباراة، اللاعبون قد استعادوا لياقتهم البدنية، فبعد الوصول إلى مدينة لمبي وجدنا الظروف مختلفة عن ياوندي، لهذا كانت الحصة التدريبية أكثر من مهمة للاندماج والتأقلم. اللاعبون كانوا في قمة التركيز وعازمون على التأكيد وتحقيق التأهل. مواجهة الأحصنة البوركينابية لفهود الغابون في مباراة التأهل للدور الربع النهائي مواجهة تكتسي أهمية لمنتخبين طامحين للذهاب بعيدا في هذه البطولة، وهذا تجلى من خلال خطاب المدربين كارلو مالو والمدرب الفرنسي باتريس فونو. حسين بوصالح، بي إن سبورتس، مدينة لمبي. هذا وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة مواجهة بوركينا فاسو والغابون حصريا على قناتي بين سبورتس ماكس 1 وبين سبورتس ماكس 2 عند 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. للحديث مشاهدينا عن هذه المواجهة يبقى معنا مفادنا إلى دول حسين بوصالح. حسين مساء الخير. لأول مرة المنتخبان يدخلان أي مباراة من دون أي حالة إيجابية، كم أراح هذا الخبر الجهازين الفنيين للمنتخبين؟ مساء الخير آسيا. كما تعلمين أصبح هاجس فيروس كورونا يقلق جميع المنتخبات. منذ قليل تحدث عمرو فهمي عن الهاجس الكبير الذي يعيشه المنتخب التونسي وقبلها منتخب جزر القمر، وبالتالي هذه النقطة أصبحت تقلق المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا بالكامل. لعل منتخب بوركينا فاسو كانت لديه ذكريات سيئة منذ بداية البطولة مع إصابات عديدة للاعبيه، نفس الأمر بالنسبة لمنتخب الغابون. ربما اليوم من خلال المؤتمر الصحفي للمدرب بين بدأ مرتاحان، يعني من خلال عدم تسجيل إصابات باستثناء منتخب الغابون الذي صرح إلى أن الطاقم الفني للمنتخب قد أصيب بفيروس كورونا، ليس المدرب وإنما الطاقم المساعد للمنتخب، وسيخضع لمسح آخر غدا. لكن بقية اللاعبين يعني جاهزين لهذه المباراة، مباراة تكتسي ندية كبيرة بين المنتخب البوركينابي الذي يريد تحقيق السيناريو الذي حققه في المشاركة في كأس أمم إفريقيا بجنوب إفريقيا 2013 عندما احتل المركز الثالث. الحال أيضا منتخب الغابون الذي وقف ندا أمام منتخبات قوية في الدور الأول، فرض التعادل على منتخب غانا الذي غدر في مفاجأة في هذه النسخة الدور الأول، ومنتخب المغربي، وبالتالي ربما ندية كبيرة حتى وبغياب نجوم منتخب الغابون أوباميانغ وماريو ليمينا وبيير إيميريك، لكن هناك ربما استعداد، وهذا ما لمسناه من خلال تصريح المدرب الفرنسي باتريس فونو الذي قال أن هناك عمل نفسي قام به من أجل الدخول إلى هذه المباراة، وبالتالي ربما مباراة متكافئة بين الطرفين، والأكثر جاهزية وتحضيرا لهذه المباراة سيكون له مرور إلى الدور الربع النهائي. حسين بوصالح كنت معنا من دوالا.